السلام عليكم ورحمة الله. نتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم الرولو نتاع الفلفلة بالكفتة نتاع السردين اللي كتجي هائلة وسهلة في التحضير. على بركة الله نحضر معكم هذه الوصفة. على بركة الله عندي هنا واحد الكمية نتاع السردين، الكمية كتبقى على حسب الأفراد العائلة اللي غنضيف ليها قليل من قشونطة والحمض، قشونطة وحمضة واحدة. وغنضيف عصير نتاع حمضة، وغنضيف جوج الأبيض ديال البيض، تنضيف القزبر مع النس، وفي التوابل غادي نضيف الفلفل الأسود، واحد شوية نتاع البزار، شوية نتاع الملحة، وشوية نتاع الفلفلة حارة. وغنضيف 4 ديال الفرماجات. صافي، من بعد غادي نخلطها جيدا. بالإضافة إلى الشابلو باش يجمع لي هذا، نضيف واحد شوية نتاع الشابلو. صافي، غادي نخلطها مزيان. صافي، غادي نجنسها جيدا. صافي، غادي نخلطها بيديا جيدا. وتنعاود نضيف لها الشابلو باش تجمع ليا. صافي، تنخليها جانبا. وعندي هنايا ثلاثة ديال المطيشات اللي قطعتهم على هذا الشكل، مربعات صغار، وكنديرهم في المقيلة. وغنزيد عليهم شوية نتاع البزر، شوية نتاع الملحة، واحد شوية نتاع الزعتر، تضحك عليهم واحد شوية نتاع الزعتر. وكنضيف زيت الزيتون، تنضيف زيت الزيتون، ومن بعد تنرضها فوق النار تكون مايلة حتى طيب. وكنحطها فوق البوطه، كنقص عليها البوطه، وكنضيف واحد المعلقه نتاع مطيشه ديال الحب. تنضيف القزبر مع النس. صافي، غادي نخلطها ونخليها حتى طيب، يطلق الماء ديالها وطيب. صافي، هنايا بعد ما تشحرات مطيشة مزيان، دابا غادي نضيف ليها واحد شوية نتاع الماء باش طيب مزيان. صافي، غادي نعاود نخليها حتى طيب مزيان. عندي هنايا الفلفلة مشوية اللي شويتها ولقيتها على هذا الشكل. صافي، كنعمرها بالكفتة، كناخد واحد شوية نتاع الكفتة وكنديرها
هاد المعلقه نتاع الكفته كندورها في صافي، كنعمرها بهذا الشكل وكنستمر بنفس الكيفيه حتى نسالي الفلفله اللي عندي. صافي هنا بعد ما طاب لاصوص، دابا غادي نعاود نضيف ليه واحد شويه نتاع الماء فاش تطيب ليا الكفته. تنضيف واحد شويه نتاع الماء، صافي كنضيف فيه الفلفله اللي عمرت بالكفته تطيب. صافي هنا كنحط فيها الرولي نتاع الفلفله. هذا هو الشكل النهائي نتاع الرولي نتاع الكفته السردين، كتجي على هذا الشكل. هو كنرفقها بالصلصه فاش طيبتها، والكفته اللي كتشط ليا كندوزها في الشابلو وكنقليها، كتجي على هذا الشكل. المهم راه كتجي رائعه، وفي الاخير كنضيف ليها زيت الزيتون فوق من لاصوص. تنتمنى تنالي اعجابكم مشاهدين الكرام، كتجي رائعه. والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.